قامت الهيئة العامة بتخفيض أعداد العمالة الوافدة في مجالات الحراسة والأمن وأيضا النظافة. نعم، تأتي هذه الخطوة في إطار التنسيق بين الهيئة العامة للقوى العاملة والوزارات والجهات الحكومية، وذلك لتحقيق توجهات الدولة نحو معالجة الاختلالات الناتجة عن الاستعانة بالعمالة الوافدة على نحو غير مدروس. 25% نسبة خفض العمالة الوافدة، الأمن والنظافة من العقود والمشاريع الحكومية لمعالجة الاختلالات في التركيبة السكانية. توجيه الجهات الحكومية بضرورة الالتزام بهذه التوجيهات، قمنا باستدعاء هذه الجهات، استدعينا الآن 10 جهات، عملنا وضعنا القرار أو التوجيهات أمام هذه الجهات بحيث أن نصل إلى التخفيض المحدد اللي هو 25%. بعد تقليل العمالة الوافدة الخاصة بالأمن والنظافة، هل يوجد لهما بديل؟ ممكن نستبدلها في الأجهزة الحديثة. طبعا بعض هذه العمالة أصبح في وجود الأجهزة الفنية الجديدة، خاصة فيما يخص ميكنة إجراءات كثيرة في الجهات الحكومية. الحراسة نفس الحال، عندنا احنا قانون 61/2015 الخاص بمراقبات الكاميرات المراقبة. طبعا نص هذا القانون ان هذه الكاميرات بمواصفات عدت طبعا ووضعت لها مواصفات خاصة من قبل وزارة الداخلية أصبحت دليل إثبات أمام الجهات القضائية. امتثال جميع الجهات الحكومية بهذا القرار تنفيذا لتوجيهات مجلس الوزراء بهذا الشأن بعد دراسته في العقود التي يتم إبرامها أو تجديدها أو تمديدها. مروى محرم، تلفزيون دولة الكويت.